وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، كذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالكامل، إضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها. جاء ذلك خلال متابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد محمود توفيق وزير الداخلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها، وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها. وقد تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة من خلال محاور عدة رئيسية تشمل الجوانب البيئية والثروة السمكية والنقل البحري والسياحة والبعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد لضمان تجدد المياه داخل البحيرة من مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تحسين جودة المياه والوضع البيئي بها، إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وتطهير البواغيز، بالإضافة إلى إنشاء الكبار على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلا عن تكريك جزء كبير من المنطقة وأيضا أعمال التطهير وإزالة التعديات وغيرها من المشروعات التي ساهمت في تطوير وتنمية البحيرة. كما تم عرض مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة والتي تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة لها، وما تتضمنه تلك المقترحات من إجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيرة سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو العمرانية أو الاجتماعية أو السياحية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتنموية.